هل هناك بالفعل مفاوضات مع مارك فوت اللي هو كان مدرب ديال المنتخب الأولمبي؟ يعني كاين حديث على أن مفاوضات من أجل التعاقد مع مدرب الفريق. كاين مفاوضات ماشي غير معاه، وكنا كنقلبوا على شحال من مدرب اللي جلسنا معاه، شفنا مع مارك فوت الاتصال اللي كان عندنا معاه كان بلا قبل ما يكون قبل كاع ما يغادر المنتخب، لأنه كاين بعض الشبان اللي تعاقدنا معهم اللي كيلعبوا في المنتخب عنده، دونك هذاك الشيء باش كنا عندنا مع اتصال. ولكن واش في وسط المفاوضات ما كاينش شي مفاوضات اللي تقدر تكون دابا، حيت هو لحد الساعه باقي هو نيت عنده اتصال مع الجامعه، حيت المنتخب الاولمبي، حيت العقد ديالو كان كيقول انه إلا ما تأهلش يقدر يتفسخ، ولكن مع دابا التقسى المنتخب الRDC دونك مازال ما عرفناش بالضبط اش كاين. جاب صح تفرج معنا، ما تفرج معنا كصديق، يعني بالنسبه يعني الا كان مازال ما تحسمش في المدرب في محمد طبيعة الحال، ولكن يعني التفاوض مع يقدر يكون هو التفاوض مع مارك فوت، واش كيعني ان ما بقاش اتصالات مع ريفالدو؟ الوغ مع ريفالدو باقي اتصال، ومع ريفالدو وصلنا لواحد ان اكور انه ملي غادي يجي يلعب في المحمديه في لو 9 جوان غادي نعقدوا معاه، غادي نوقعوا معاه عقد مي اون طون كو كونسيي تكنيك، لانه ما كاينش ما كتفرش شروط باش يقدر يكون مدرب حتى الساعه، يعني غيكون مع ستاف اون طون كو كونسيي اون طون كو. عقدتي جزء التفاوض مع زكريا حدراف لاعب فريق الرجاء؟ كانت عندنا غير لقاء واحد، ما كانش شي لقاء اخر من غيره، يعني كان من اجل يعني التعاقد مع اللاعب، ولكن نقدر نقول لك انه ما بقاتش عندنا اليوم في في في, في الدهن ديالنا انه مورا ديك الجلسه ومورا شي اتصالات انه كوريسبون با من وراء الصداع اللي وقع. لا 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 اسمح لي، لا اسمح لي، انا شوف انا صداع، لا لا شفت صداع 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 شوف صداع ما عمره ما خلاني وما عمره ما غادي يحبسني. وشنو اللي خلاك تراجع؟ في الحقيقه انه ما دخلش ليا في لا فيزيون ديال الكلوب اللي بغيت ندير. ملي جلست معاه جي ديكوفير سيغتان شوز سيغتان كاليتي اللي ما كنتش كنعرف فيه، ولكن ابري سا واحد 2 3 جوغ كاين شي حوايج اللي جعلوني باش نقول انه ان كوريسبون با اسكو اون فو كونستروير في لو كلوب. ولكن شنو ما كتشوفش ان دائما غيتكرر السيناريو ديال ايتمنى لاعبين الرجاء كيمشي يشوش على الرجاء؟ دابا المشكل شنو هو؟ كيفاش كنمشي نشوش على الرجاء؟ يعني انه كيتصل باللاعبين ديالهم باش مازال لاعب فريق، علاش ما يسالي الموسم لا بلاتي علاش بلاتي باقي هو لاعب؟ ها هو زكريا حدراف راه كيتصل مع شحال من فريق، علاش غير الشباب؟ علاش دابا كيهضروا غير على الشباب؟ مع العلم انه انا عرفت ثلاثه الفرق ديجا اللي اتصل بهم من غير الشباب، لا في المغرب لا في الخارج. ان كاينه سوابق في لاعبين اخرين اللي خلات هذا المشكل يتطرح بين ايتمنى والرجاء، بين ايتمنى شوف والوداد، وغنتكلموا عليه في هذا. الله يخليك، شوف ما كاينش مشكل ما بين ايتمنى والرجاء، كان مشكل ما بين ايتمنى ومسيرين ديال الرجاء اللي بغاو هما يحولوا المشكل ديالهم هما في بغيتي نتكلموا عليهم، بان نتكلموا على كل حاجه في وقتها، ولكن ان توكا غير باش نتفاهمك، راه ما كاينش مشكل ما بين ايتمنى والرجاء، سا سي امبورطون، من بعد نتكلموا على اللي بغيتي. واخا نكملوا زكريا حدراف وندوزوا للرجاء، يعني بخصوص زكريا حدراف، يعني ما دخلش دابا زكريا حدراف نو في با بارتي اوجوردي دو دو لا فيزيون كون فو دوني او كلوب. انا بور موا إلي انستابل، باش نقول لك واحد الحاجه، واخا ما كنتش باغي نقولها، انت بقيتي كدفع فيا انا خرجتها، دونك هو نيت ما عرفتش اش باغي، دونك سي نو كوريسبون با او دو تو اوجوردي اسكو اون فو كونستروير. بالنسبه لصفقه يعني كركاش اللاعب اللي تمنى انه ربما محمد ما كايناش شي صفقه ديال كركاش، راه مازال ما كاينه حتى صفقه ديال كركاش، هو يعني كاين تفاوض بين المحمديه وكركاش، واش حسنتي صفقه ولا لا؟ ما كايناش، قلت لك علاش قلت لك باقي ما كايناش صفقه، اذا ما كاين حتى حاجه محسومه. كانوا اتصالات كيف ما اتصلت انا، كيف ما اتصل
حتى الرجاء كيف ما اتصلت الوداد كيف ما اتصلت شحال من فرقه كاين جوج فرق اخرين يتصلوا سي نورمال بو مو سي سي ان جوور كي اللي عنده مستقبل وعنده مؤهلات اللي نورمالمون شحال من فريق خصو يضرب عليه وشحال من فريق خصو نورمالمون يبغي يلعب فيه غير عاوتاني مره اخرى اسكي ديرونج سي علاش هذا الفريق حتى هو اللي حتى هو باغي يمشي ليه واش حنا خصنا واش حنا خصنا نبقاو ديما صغار واش هذا الفريق غياخذو عاوتاني وغيحول الوجه ديالو يعطي الفريق اخر عاوتاني الا تمكننا في الصفقه 100% الوداد الوداد ما عرفتش سا ديبون دو جوور علاش الوداد بلاتي يجيك واحد الحاجه هي الوداد بغات تاخذ اللاعب دونك الا دخلنا في الصفقه اذا دخلنا ضد الوداد باش نكونوا لوجيك دابا الوداد راه اون كونتاكت مع 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 اللاعب وعلاش انا غندخل انا اون كونتاكت مع اللاعب اذا انا داخل بوان اوبجيكتيف ديالي ماشي انا اوبجيكتيف ديال الوداد دابا اللاعب عنده بور لاني بروشين اون سيرتين فيزيون كي اكوسور نو لو بيرمي با دو جوي في الشباب دونك كركاش الا وصلنا لشي اتفاق نتاكد لك انه ما غاديش يلعب الشباب او موان العام الاول يعني باقي ما عرفتوش الفريق اللي ممكن انكم تعطيو ليه اعاره الى الا حسمتوا الصفقه وخصنا بعدا تنتفقوا مع اللاعب هذا نمشيو نقلبوا على الفريق لان كاين كلام كيتكلم يعني يعني في لي ريزو سوسيو في الكواس كيقول بان الصفقه غتحسم محمديه من اجل ان يتفوت يعني اللاعب اعاره للفريق الوداد الرياضي نقول لك واحد الحاجه باش نكونوا متاكدين ما عمرش اتصال ما كان مع الوداد بالنسبه لهذا اللاعب وراه ما يمكنش يكون باسكو الوداد داخله في الصفقه واش دابا الوداد غادي تجي تقول لك داكور باش تخسر الصفقه ديالها راه اذا هذاك النصيري عنده شي حاجه ناقصه هنا ربما لا قدمت لا هو بلاتي باش نتفاهموا النصيري واخا صاحبي ولكن راه يمكن الناس ما عارفينهاش راه اي تري انتيليجون كيفاش النصيري دابا غادي يجي يتفاهم معايا على اعاره هو داخل الصفقه يا اما يفيلو ليفغ يا اما مسطي نقول لك واحد الحاجه النصيري ما مسطيش ربما فوق تواجد من الرؤساء اللي خداو شهره كبيره يعني خصوصا في هذا الموسم هذا ما كانش معروف اسم ايتمنى كهشام ربما الاب كان عنده تاريخ وعنده الله يرحمه ولكن واش هاد الاشياء ديال سيلفي مع جبران ريفالدو كانت مقصوده من اجل هاد الشهره ام انها جات في اطار لا 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 العمل لا اليومي لا اللي كتقدمو سيلفي مع جبران نيتي كون رياكسيون لواحد لا كومبان كي ايتي فيت كونتر هشام والشباب كي نافي با ليو ديتر بغاو يدخلونا واحد المعركه اللي ما كناش داخلين ليها ملي دخلونا قلنا ما كاين مشكل حنا انا عاوتاني مره اخرى انا ما كنخافش من 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 صداع ولا شي حاجه مشيت درت سيلفي مع مع جبران ولكن نقدر نقول لك انه قبل من حتى لو مومون فاش درت مع السيلفي ما كناش داخلين حنا ما كنتش كاع كنعرف شكون هو جبران طيب هاد الحال يعني اللي دخلكم معركة عاوتاني فريق الرجاء لأنه ماشي فريق الرجاء ما الله يخليك ما تبقاش تقول فريق الرجاء الرجاء ما عمرو ما دخلنا لهادو المشكل دخلنا طيب الحال المسيرين ديال الرجاء لا 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 اسمح لي لا اسمح لي الرجاء كبر من المسيرين ديالها والمسيرين ديال الرجاء نو فون كو باسي دو فلو طون راه غدا ما غاديش تلقاهم هما الممثلين الفريق وكيتكلموا باسم الفريق كيتكلموا باسم الفريق ولكن راجل نعطيك انا 100 مسير ديال الرجاء دابا شكون هما وشكون وشكون دوك المسيرين ديال الرجاء واحد الوقت بغاو يخرجوا هما من من يمكن ان ايشيك دو نيغوسياسيون دخلونا سا ايتي تري بيان كالكولي دو لوغ بار زعما يفو لوغ تيري شابو باسكو سي تري بروفيسيونيل دان بوان دو فيو زعما بور ديتورني لاتونسيون ولكن راه حنا اون ايتي با دو تو دون ولكن السؤال المطروح علاش غيخرجوا مسؤوليه الرجاء بتصريح كهذا يقولوا هشام ايتمنى علاش المقصود هشام ايتمنى مثلا في هذه الصفقه حيت بالنسبه ليهم ربما غيربطوا الفشل بك انت علاش حيت بالنسبه ليهم بدات لا بروميير اوبيراسيون قال لهم راه ما خديناش اوك اوك هشام الوداد كي اون بارتي فو جو دي بيان اون بارتي باسكو سي با لا فيريتي ماشي كلها حقيقه دونك سيتي بلو فاسيل دو كونتينيو سور سيت فو صافي سي تو بيت يعني ماشي هشام ايتمنى اللي حول الوجهه ديال جبران من الرجاء للوداد قلت لك واحد الحاجه حتى النهار غادي يوقع جبران مع الرجاء مع الوداد في المكتب ديال الوداد ما عمري ما سمعت بسميتو ما عمري ما شفتو ولكن ما كتشوفش ان السيلفي اللي هو بالنسبه لك رد رد فعل الحركه الاستفزازيه يعني ولا على هذوك الناس اللي دخلوني واحد الحرب انا ما دخلتش ليها ما جاتك نورمال اش زعما دابا زعما عند بالك زعما واحد غادي يبقى ينغص فيك وانت تبقى تصفق ليه انا جو با دو جون نقول لك واحد الحاجه
ولكن راك ربما مسير معرض لهذا الاتهامات، ما كاين مشكل. انا كنجاوب ابا مانير.